الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين، وعليه نتوكل، منه سبحانه وتعالى دائما وأبدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. المتابعين في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير من ميدان بوسمرة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم في هذا الصباح الجميل، صباحية يوم الجمعة 20 من شهر 12 عام 2019 للميلاد. قبل قليل اعلنت انطلاقة الشوط الاول الرئيسي لثنايا بكار المحليات الاصايل. نبحر بكم مباشرة بهذه الاسماء القوية والعملاقة والمشاركة بهذا الشوط. نصير مع مقدمة هذا الشوط، هذه عنيدة الثيل بن مغير بن سالم الحميمي من يقدم لنا عنيدة مع مقدمة هذا الشوط. انتقل مع المركز الثاني، هذه تبوك صالح بن سيف بن حمد بن صالح الظاهري من يقدم لنا تبوك. ننتقل الآن مع المركز الثالث، الذيبة مع المركز الثالث، مبارك بن احمد بن محمد المهيري من يقدم لنا الذيبة مع المركز الثالث. نتأخر نسير الى المركز الرابع متواجد الان، هذه طرب يقدم لنا طرب محمد بن سالم بن عيد المهيري مع رابع التحديات. والمركز الخامس اشجان حميد بن محمد بن غفان الحميري من يقدم لنا اشجان في الوقت الذي ننتقل فيه الى المركز السادس. نجد الان المركز السادس، هذه حفلة مسلم بن سعيد بن طاهي الراشدي. والمركز السابع ادخلت الان بحور حمد بن محمد بن علي الراشدي، وصل مع المركز الثامن. هناك الدخول من قبل سود احمد بن مبارك بن زيتون المهيري. والمركز التاسع، هذه اللي قادمة شرفة، سعيد بن محمد الكليلي العامري. والمركز العاشر، رهان حمد بن يعان بن حمد الشامسي من يقدم لنا رهان بهذا الشوط. هذه النتيجة متابعينا الكرام للعشرة المراكز الأولى كالمعتاد. مصورنا اسعد يتجول الان بهذه المراكز الخلفيه بهذه التحديات الاولى مع الشوط الاول، مع الشوط الرئيسي شوط الضباب وملتقى الاحباب. ما شاء الله الشوط الاول هذا الهدوء الذي يسبق العاصفه، تعودنا من شبابنا المضمرين نشاهد هدوء، ولكن هناك الحماس عندما ندخل مع الكيلو المتر الاخير نشاهد حماس غوي، نشاهد تحديات من قبل الثنايا المحليات الاصايل. ما وصلا في هذه المرحلة الا وسطر نسمها بحروف من ذهب في السنين الماضية، واليوم شاركن بهذا الميدان مع الشوط الاول. ولكن هناك عنيدة، يا سلام يا عنيدة، لا زالت معاندة تقدم اجمل العروض بهذا الشوط على مقدمة هذا الشوط، وتقول
وجود هذه الكوكبة كوكبة الأبكار الثرايا. يقدم لنا الحميد السيل بن مغير بن سالم بن حارب الحميمي. من يقدم لنا الحميد مع مقدمة هذا الشوط؟ ركز يا دكتور، ركز يا دكتور يا ناصر يا بن مغير الحميمي. بدأت تقدر الآن لائحة الثلاثة كيلومترات، معنى ذلك انتصفنا الطريق، انتصفنا الطريق. ثلاثة كيلومترات على بداية الشوط وثلاثة كيلومترات على نهاية الشوط. ونقول هالي رميل يطالبونك بالسلام يا دكتور. وشوف هالي منازف غادمين، غادمين مع اشجان، اشجان يا سلام مع بن غفان. من يقدم لنا اشجان على ساحة الميدان؟ حميد بن محمد بن غفان بالعرس الحويري. يا ليا بن غفان، ايضا هالي منازف يطالبونك بالسلام بهذا الصباح الجميل. مع الشوط الاول الرئيسي ننتقل مع المركز الثالث، المركز الثالث يا سلام. هذه اللي وصلت الان بدت بالاقتراب. تبوك هذا الاسم يذكرنا، هذا اسم قوي تبوك. تبوك مدينة من ايضا من مدن المملكة العربية السعودية في شمال المملكة. هذا تبوك يقدم لنا تبوك صالح بن سيف بن حمد الظاهري يقدم لنا تبوك. بينما المركز الرابع هذه الترب، ترب ما شاء الله بدأت ترقص. ترب يقدم لنا ترب محمد بن سالم بن عيد المهيري بمتابعة شاعرنا سالم بن عيد المهيري. مع ترب المركز الخامس وصلت مجوهرات الكليلي مع وصول شرف سعيد بن محمد الكليلي. والمركز السادس دخلت بحور حمد بن محمد بن علي الرافدي مع المركز، مع المركز السادس. والمركز السابع عندك بن زيتون مع صيد، صيد مبارك، مبارك بن محمد بن زيتون المهيري يقدم لنا صيد. نكتفي بالسبعة المراكز الأولى، المجموعة الأولى اللي ابتعدنا ابتعاد كامل. أخرنا شوية، خلنا نشوف، خلنا نشوف الثامنة. هذه الثامنة اللي بدأت بالاغتراب مع بن يوحان. وصل بن يوحان مع رهان، يقدم لنا رهان حمد بن يوحان بن حمد الشامسي مع المركز الثامن. والمركز التاسع وصلت الاسماء، بدا الزحف الان، وصلت الان هذه وجه محمد بن خليفه بن ضبيب الشامسي. والمركز العاشر، العاشر الان هذا سيد فيصل، تحذيرها تحذير فيصل بن سالم الخلباني النعيمي. هذه الاول اذاعت بكره بن ضبيب وبكره خلباني نعيمي، اول اذاعه، ولكن خلاص بنروح هناك، بنروح اتطمش مع عنيده، مع ابو حارب ما شاء الله، مع راعي حمله، مع مقدمه الشوط هناك عنيده، عنيده يا عنيده يا سلام، مع مقدمه هذا الشوط، عنيده يا عنيده، السهيل بن مغيب سالم العميمي، من يقدم لنا عنيده؟ مع مقدمه هذا الشوط، مع الشوط الاول، مع الشوط الاول مزه تغير، هذه عنيده. بنذكركم بنذكر المتابعين، بنقول لائحه الاعلام الكيلومتر الاخير يا ابو حارب ويا ابو غير. راع اشقان، راع اشقان واصله ما شاء الله، اشقان حميد بن محمد بن غفار الحميري الكيلو المتر الاخير يا شباب يا متابعين ما شاء الله. وصلت الاسماء، وصلت الاسماء، وصل الجماعه ما شاء الله. وصلت الان اللي وصلت ما شاء الله، هذه بحور حمد بن محمد بن علي الراشدي، وصلت بحور، ووصلت يا شرف سعيد بن محمد الكليلي، ووصلت رهان حمد بن يعاون الشامسي، ووصلت سوده مبارك بن محمد بن زيتون المهيري ما شاء الله. وبنقول خلاص، بنقول جولة الاوامر يا شباب، جولة الاوامر يا شباب. راح ما شاء الله، راح راح الراشد، راح حمد بن محمد بن علي راشد، راح البحور. قدم لنا بحور الفوز، قدم لنا بحور الفوز. اوه 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 اوه. يا سلام يا سلام، بجوهرات الكليلي وصلت، وصلت باكملها مع شرف ما شاء الله. تبحث عن مرتبه الشرف بالفعل، بالفعل بالفعل راحت بالناموس، راحت شرف مع مقدمتي هذا الشوط. وصلت الهون، وصلت الهون، وصلت تحذير تحذير
كبير. يا سلام يا سلام، جلت الاوامر يا شباب، احلوت المنافسه. الخريباني الخريباني بخربها الخريباني، راح مع تحرير، راح مع تحرير مع مقدمتي هو الشوطه، راح مع المركز الاول. ولكن بضبيب بن ضبيب بن ضبيب بن سليمان الشامسي يحتملها، يلقى غبره مع مقدمه الشوط. تخيل الى موسم الكفاري، تحذير السيد فيصل بن فيصل الخريباني نعيمي المركز الثالث. الثالث سيد سعيد محمد كيلي على الرابعة مع الأبطال الأخيرة، وصلت ميلان واحتلت المركز الرابع. متابعي الكرام، الرابعة كان دخول جماعي، الرابعة للسيد سعيد بن محمد الكليلي، الثالثة المركز الثالث. الثالث عدينا، الثالثة رهان أحمد بن شامسي، الرابعة السيد سعيد محمد الكليلي. التوقيت الزمني 9:34. نقدم التهنية والناموس للسيد محمد بن خليفة بن ضبيب الشامسي على فوز ضجة مع الشوط الأول.